يا حكمت ما بتجي. الأزمة ما بتجي. كيف ما بتجي بابا؟ مانك شايف بعينك كل الدنيا قايمة، الكل عم يسأل بقديش الدولار اليوم واليورو وين صار، كأنه عم يعلنولا للأزمة. اسمع، كان في آغا عنده كلب بيحبوا لهالكلب كتير وبيطعميه أكل خصوصي، بس الكلب في عنده مشكلة وهي إنه الصوت العالي بيأثر فيه، كل ما سمع صوت طبل ولا زمر بيقطع جنزيره وبيلحق الصوت. مرة سمع صوت طبل وزمر من ضيعة من الضيعة، ما قدر يتحمل قطع جنزيره وركض، والكلب ما بيعرف انه العرس لواحد من اعداء الاغا. عصب الاغا من هالشغلة وهدده انه يعاقبه، حط طبال بطرف الضيعة وحط زمار بالطرف الثاني. بلش الطبال وركض الكلب لعنده، لما وصل وقف الطبال وساعتها بلش الزمار، والكلب بهالحالة طبعا ركض باتجاه الزمار، ومن اول طرف للطرف الثاني تعب الكلب المسكين، ومن كتر الركض طق ومات. تاري اللي بيطبلوا والزمارين اكثر منهم، المهم انك ما تركض وتلحق حدا. مفهوم بابا عمر. بجوز يعني يمكن الطبل يكون له سبب هالمرة، وإذا صار أزمة عن جد وإذا متنا بكرة يا حكمت لازم نستعد لكل شيء، للموت للحياة. هالبلد ما بتهدو أزمة إن شاء الله. ليش؟ لأنه شعبنا بيتميز بالقناعة دائما، ولأنه كمان بيآمن بالمؤسسة العائلية. لسه ما فهمت. القناعة يا ابني بتخلي أي عائلة صامدة، والإيمان بيعطي الأمل.